معظمنا يوميا بيشعر بنوع من الألم، سواء كان عندك صداع أو كان عندك وجع في الظهر أو تعب في طبعا في الزور وهكذا. السلام عليكم. النهارده إن شاء الله بنتكلم إزاي تعبر عن آلامك باللغة الإنجليزية. أنا في الحلقات اللي قبل كده اتكلمت على أنواع الأمراض، وبرضه اتكلمت إزاي تعبر عن نفسك في أي مستشفى أو في أي كلينك. فلو انت ما شفتش الحلقات دهيت حاول ترجع فيديوهات القديمه، هتشوفنا اتكلمنا كتير عن انواع الامراض وازاي تعبر عن نفسك في اي مستشفى لو انت تعبان ولا حاجه. النهارده بنتكلم ازاي تعبر عن نفسك لو انت عندك مرض معين او انت مش حاسس كويس، وده الدرس رقم 55 من كورس انجلش فور ديلي لايف. انا جيمي وانت بتتفرج على قناه الانجلش ميكس. ويلكم باك. اللغة الإنجليزية فيها تعبيرات كتيرة جدا عشان تعبر بيها إنك ما انتش حاسس كويس. فالنهاردة بحاول النهاردة إن شاء الله نتعلم مع بعض شوية تعبيرات كده بساط استخدمهم عشان تقول إن أنت ما انتش حاسس كويس. أول تعبير ممكن تقوله I am feeling very unwell. I am feeling very unwell. I am feeling very unwell. يعني إيه؟ أنا مش حاسس إنك كويس. أنا حاسس ان مش يعني تعبان. feeling very unwell. الجملة التانية I am sick or I am ill. sick not sick 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 ill ill not ill ill. I am sick or I am ill معناه انا مريض. I am sick I am ill. برضك ممكن تقول I have been feeling very ill since late lunch. I have been feeling very ill since late lunch. يعني بقالي فترة بشعر بالتعب بعد إيه؟ ما تعشيت أو بعد ما غديت، بعد الغداء يعني. I have been feeling very ill since late lunch. برضه ممكن تقول I have been feeling very run down lately. I have been feeling very run down. Run down يعني متعب او منهك للغايه لدرجه المرض. I have been feeling very run down lately. I have been feeling very run down lately. برضه ممكن تقول I have caught a bug. I have caught a bug. Bug. Bug يعني انت ممكن تكون غديت في مكان معين وكان في جراثيم معينه فبتجيب لك نوع من الاسهال كده ببطنك فتحس بمغص والكلام ده كله. ممكن تقول I have caught a bug. I have caught a bug. Bug. Not bug or big or baga. Bug. I have caught a bug. برضو ممكن تقول I am not doing too well. I am not doing too well. I am not doing too well. يعني انت ما تحس كويس خالص يعني. كل حتة في جسمك مكسرة. I am not doing too well. طبعا لو عندك كتفك بيوجعك والكلام ده كله تقول I have a sore arm. Sore arm. sore arm يعني ايه؟ يعني تحس كده يعني كتفك كده خشن وكده والكلام ده كله. sore يعني ما تحس كده ان هو طبيعي. I have a sore arm. طب لو زور بيوجعك I have a sore throat. sore throat. لو عندك مثلا اللي هو ايه حته توجعك كده بتاع I have a sore elbow. sore elbow. أو I have a sore shoulder. sore shoulder. or sore neck. sore. يعني ممكن تستخدم sore مع اي جزء من جسمك عشان تعبر ان ايه ما انتش حاسس فيها كويس. a sore throat, a sore arm, a sore neck, a sore shoulder او هكذا. لو انت حاسس رجلك كده ايه تعبانه ومش عارف تمشي عليها ايه my leg really hurts. my leg really not leg my leg really hurts. احيانا كده في ناس عندها نوع من الحساسيه والجلد بتاعهم كده بيجي عليه نوع نقط كده والكلام ده كله بيسموه rash. I have a rash. I have a rash. هو نوع من الحساسيه كده بيجي على الجسم لما يكون عندك حساسيه والكلام ده كله. I have a rash. I have a rash. طيب لو انت طبعا عايز تخش حمام كل دقيقتين كده بيسموها ايه؟ diarrhea. I have diarrhea. I have diarrhea. I have diarrhea. طيب لو انت تاكل كده وبعد كده الاكل وقف وزوره والكلام ده كله بيسموها ايه؟ I choked on some food. I choked on some food. يعني الاكل اتحشر في زوري. I choked on some food. choke on. choke on. وديت تعتبر الجمل اللي ممكن تستخدمها عشان تعبر بيها لو انت حاسس باي نوع من الالم
او انت مش حاسس كويس. فلو حد سألك how are you feeling ممكن تقول ايه؟ I am feeling very unwell today. I am feeling very unwell today. او ممكن تقول I have been feeling very run down lately. I have been feeling very run down lately. او ممكن تقول ايه؟ My whole body is so sore. My whole body is so sore. او ممكن تقول ايه؟ I have a sore throat. I have a sore throat. او I have a diarrhea. I have a diarrhea. ديت الحاجات اللي ممكن تقولها عشان تعبر بيها عن تعبك. ودي تعتبر نهاية الدرس بتاع النهاردة. الفيديو اللي عجبك اعمل لايك واعمل شير مع كل اصحابك اللي بيحبوا اللغة الانجليزية واللي عندهم مشكلة ازاي يعبروا عن ألمهم باللغة الانجليزية. وقبل ما انهي الفيديو احب اشكرك على حسن المشاهدة ان شاء الله. لو عندك اي سؤال او عندك اي كومنت تعرف ان شاء الله. وما تنساش تزورنا على قناة اليوتيوب English Mix. Thank you so much for watching and see you next time.